السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي مع حضراتكم ده تكفيل على شبكة البولي. الأهمية في تكفيل شبكة البولي بالخلطة زي ما شايفين حضراتكم إن إحنا بنحمي شغل البولي من انفجار السخان، وإن الماسورة لما بتكون مش متقفل عليها صح بالخلطة بيحصل لها تمدد. زي مثال زي البالونة حضراتكم، لو جبت أنت بالونة ونفخت فيها الطبيعي بتاعها إن هي هتتمدد وهتتنفخ وتبقى بالونة كبيرة، ولكن لو أنت قبضت عليها بين راحة يديك ما فيش استطاعة للبالونة طبعا ان هي تتمدد. لذلك ده هو نفس المثال بالنسبة لمواسير البولي داخل الجدران. لو حضرتك ما عملتش عليها التكفيل الصح بالخلطة بالطريقة دي يبقى السخان بيحصل ليه بعض الاحيان بتبقى الترموستات بتاعته بتعدي درجة الغليان بتاعته 100 درجة مئوية، فبالتالي بيحصل تمدد للمواسير داخل الجدار وبتنفجر شبكة البولي داخل الجدار لو حضرتك ما عملتش عليها التكفيل بالخلطة بالوضع اللي شايفينه حضراتكم ده طبعا. فعشان كده بنأكد على أهمية التكفيل بالخلطة على المنتج، زائد ان انت بتحمي نفسك وبتحمي شبكة البولي بتاعتك حضرتك في الحمام اكرمكم الله منه اي قوارض او اي فئران ممكن تخش وتأذي لك الشغل، او اي حد ممكن من مثل الاطفال يعبس بالشغل يضرب مسمار، او الشغل المبلط يجي يضرب لك فيها مسمار. وكمان المنتج بيتعرض للشمس ممكن تغيب حضرتك على ما تعمل شغل السيراميك اللي الظروف المالية، فالمنتج كده بيتعرض معاك لأشعة الشمس وبيفقد جزء كبير من جودة المنتج. طبعا عندنا جزء كده احنا شطبناه عشوائي لغاية اعادة الوضع، لانه بننوه انه ده احلال وتجديد. طبعا ده الحوض عملنا له تغيير وعملنا له تحويل في مكانه اصلا، فده شغل كده استثنائي نمشي بيه بس الحياة على ما احنا العميل يقدر يقوم بعملية الترميم وعملية السيراميك. ده الشغل حضراتكم اللي احنا قفلنا عليه بالنسبة للصرف. طبعا اكدنا على اهمية ان انت تقفل على شغل الصرف بالخلطة عشان خاطر الشغل اللي حياجي زي شغل الدفان والرملة وشغل السيراميك ما يبهدلش عليك الشغل، وكل المخارج لازم تتأكد ان هي متطببة ومتقفلة عشان ما تتعدمش عليك من شغل السيراميك ومخارج الصرف تبقى متقفلة. دي شيء مهم جدا، حاجات بسيطة لكن تغنيك من مشاكل كبيرة جدا. طبعا التكفيل زي ما قلنا حضراتكم في اول الفيديو مهم جدا لشغل البولي داخل الجدار عشان تحمي نفسك من شغل انفجار السخان. يبقى لو حصل لا قدر الله انفجار، ان حصل عندك الانفجار والتلفيات والخساره كلها انحصلت بس عنديك في الجزئيه دي في الكوع ابو سن، بس في السن اللي هنا بس هتبقى بلاطه فقط لا غير، ممكن تصلحها. يبقى انت حصرت التلفيات في جزء صغير جدا، ما يبقاش عندك كل الشبكة معرضة ان هي في كل مكان فيه تمدد او مش متقفل عليه صح بشغل الخلطة هيحصل فيه انفجار. يبقى انت كده حصرت شغل الانفجار لا قدر الله لو حصل في كوع السن، بس هي بلاطة هنا كده وخلاص وهتصلحها ويبقى الموضوع بسيط جدا. دي النصيحة اللي كنا عاوزين نقدمها، ما تتركش شغلك لشغل السيراميك ان هو يقفل وتقول لي بتاع السيراميك هيقفل عليه بالخلطة. لا مش هيقفل عليه بالخلطة، لانه بتاع السيراميك ما بيقفلش الشغل بتاعه صح. وبنيجي نختبر السيراميك ورا شغله نلقى في الأرضية بتطبل ونلقى في الحيطان بتطبل وما بغزيش خلطة كويس إلا ما نظر طبعا التعميم في أي حاجة شيء خطأ. لكن احنا نحمي ما نديش فرصة لغيرنا، احنا لازم نأكد على شغلنا ونحمي شغلنا من أشعة الشمس ربما تتأخر في شغل السيراميك، ومن القوارض أكرمكم الله ومن انفجار السخان. يبقى احنا كده بناخد بالأسباب ووسائل السلامة للتأمين عشان نقلل التلفيات والضرر، وياريت تكون أفدت حضراتكم. وده طبعا معنا حوض المطبخ برضو وضع استثنائي عشان نمشي به الحياة على ما يستكمل إعادة السيراميك. زائد انه كمان خدنا فكرة محبسين البولي خدناهم لوكير، وشرحنا قبل ذلك في فيديوهات سابقة أهمية المحابس اللوكير وافضليتها على محابس الدفن. ما فيش داعي لذكر الكلام ونكرره مره ثانيه. اللي عاوز يتابع ما شافش الفيديوهات يتابع فيديوهاتنا على اليوتيوب. اسم القناه على اليوتيوب عالم السباكه احمد ضيفي، وصفحتنا العامه على الفيسبوك عالم السباكه احمد ضيفي. هيتابع شرح محابس ومشاكل، عارضين فيديو بس مباشر لمشاكل محبس الدفن وافضليه المحبس اللاكور اللي شايفينه حضراتكم. وهنا غنينا العميل عن ان هو يعمل بوكس وتكلفه البوكس، ان احنا حاطين المحبسين اللي فوق ده هيبقى ان شاء الله مستقبليا محبس للخزان لسه هيستكمل شغله، وده المحبس العمومي، وهم اثنين ضرناهم تحت شغل المطبخ بحيث ان هم يبقوا مدارين حضراتكم كده بنفس المنظر. ولما هنقفل الوحده هنا هيبقوا مدارين معانا، وبالحاله دي وفرنا على العميل ان هو يعمل بوكس ويعمل صندوق ويدفن وتكلفه الصندوق. يا ريت اكون افدت حضراتكم، واسف على الاطاله جدا، وما تحرموناش من ارائكم وتعليقاتكم، وكل يوم في جديد. ويا ريت تزوروا صفحتنا العامه على الفيسبوك احمد ضيفي عالم السباكه احمد ضيفي، وقناتنا على اليوتيوب عالم السباكه احمد ضيفي. ولكم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.